عادل عبد المهدي من مواليد 1942 من منطقة البتاويين ببغداد. تخرج من جامعة بغداد حاصلاً على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد، وسجن إبان فترة حكم حزب البعث، وبعد إطلاق سراحه سافر إلى فرنسا في الستينات وحصل على الماجستير في العلوم السياسية من المعهد الدولي للإدارة العامة بباريس عام 1970. وبعدها بعامين حصل على الماجستير في الاقتصاد السياسي من جامعة بواتييه في فرنسا. كان عادل عبد المهدي متأثراً بالفكر العروبي والاشتراكي وانتسب لحزب البعث، إلا أنه تركه في العام 1963 وتأثر بالفكر الشيوعي الماوي أثناء دراسته في فرنسا، لكنه غير ولاءه السياسي بالانتماء إلى المجلس الإسلامي الأعلى بقيادة رجل الدين محمد باقر الحكيم. شغل منصب وزير المالية في حكومة إياد علاوي الأولى، وشغل منصب نائب رئيس الجمهورية في البلاد منذ 7 أبريل/نيسان عام 2005، ومنصب وزير النفط في الحكومة العراقية عام 2014، وهو أحد قادة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق. في يوم 2/1 أكتوبر عام 2018 كلفه رئيس الجمهورية برهم صالح بتشكيل الحكومة، وفي 24 أكتوبر عام 2018 صوت البرلمان العراقي على 18 وزيراً في كابينته الوزارية، وصوت على منهاجه الوزاري وأعطاه الثقة، وقد أدى اليمين الدستورية هو وحكومته. ثم استلم السلطة رسمياً في 25 أكتوبر من رئيس الوزراء المنتهي ولايته حيدر العبادي، وتولى في نفس اليوم وزارتي الدفاع والداخلية وكالة لحين تعيين وزيرين لهما من قبل البرلمان العراقي. حكومة عبد المهدي التي لم تعمل أكثر من سنة شهدت تظاهرات حاشدة ضدها ولا مثيل لها في العراق ما بعد 2003، وطالب فيها المتظاهرون بإسقاط حكومة عبد المهدي، واستمرت لمدة 2 شهر سقط خلالها أكثر من 400 قتيل و 6000 جريح، حتى أعلن اليوم عزمه الاستقالة.